قدام ربنا. احنا كمصريين بقى لازم نفرق بين تلاتة ونفهمهم كويس. اللي ناضل علشان كلمة الحق وتنكل بيه ودفع التمن غالي، والتاني اللي سكت وقفل عليه بابه وقال ماليش دعوة، والتالت اللي حط ايده في ايد الظالم وضل واضل وعونه ومكنه. فمن ناضل فعلى العينين والرأس وله جزاء ان شاء الله عند ربه، ولو تغير الحال فيما بعد فهيكون جزاؤه في الدنيا برضو على قدر نضاله. والتاريخ كمان لا يمكن ينساه كمثال الشيخ فوزي السعيد عليه رحمة الله مثلا. ثم في المرتبة التانية فمن سكت عنا سكتنا عنه كمثال الشيخ يعقوب برضو. اما الفئة التالتة اللي ايد الظالم فوجب علينا ان احنا نبين للناس ضلاله واضلاله، ودول في منهم كتير زي مثلا برهامي ورسلان وغيرهم كتير من المناديل اللي اتركنت دلوقتي وما بقلهاش عند العسكر نفسهم اي 30 لازمة. انا عارف ان الكلام ده ممكن يكون صادم لناس كتير من اللي بتسمعني، بس صدقوني والله انا ما بضللكم، وليس كل ما يعرف يقال، لانه ممكن يحط بعض الامنين تحت سطوة المجرمين اللي هناك. لا عمري دفعت عن ظالم ولا دفعتكم انكم تغيروا وجهة نظركم في حد، ودايما انا بحترم رأيكم، بس لا تكونوا عونا للظالمين على اخوانكم، انصروهم ولو بكلمة، ولو ما استطعتم ان تنصروهم فاسكتوا عنه. المعيز دايرة تشنع بيه وتحرض عليه عشان سمته وعشان دينه، وانتوا تروحوا تتخلوا عنه في وقت يحب فيه نصرتكم. ابدا ما تطلعش من ناس داقة الظلم زينا وعدوه وعدوهم واحد، فرقوا بين اللي منكم واللي عليكم واللي مغلوب على امر. قاضي العسكر اللي حكم على 1200 مصري بالاعدام في يوم واحد هو اللي مش منكم، اللي بره اللي قتلوا شباب يناير في الميادين وروحهم يناموا في وسط عيالهم هم اللي مش منكم، اللي ادى الاوردر بحبس البنات سياسيا في ام الدنيا بعد ما كانت حرام هو اللي مش منكم، اللي مسلط عليكم البندقيه من ناحيه وحاطط لكم ماسوره الدبابه من الناحيه الثانيه في ميادينكم هو اللي مش منكم. العدل ضاع يا بلد 60 سنه واكتر، والقاضي باع ذمته واداها للعسكر. تاريخنا بيقول لكم شامخ بيتكرر، وان الميزان مقلوب والعدل متزور. قابل يعيش طرطور عكس اللي في الدستور، والقاضي اصله شاويش بل عبد للمأمور. الحكم على التليفون والقاضي بيردد، اوضتنا في المحكمه هم شهود الزور، وحكمت المحكمه ان الضرير قناص، والشرطه مش مجرمه ما استخدمتش رصاص، والحره مسجونه والحرز بالونه، والقاضي قال كلمته والحق بح خلاص، وحكمت المحكمه ان اللي مات غلطان، وليه يقول الحق ويعارض السلطان. العدل مات واتدفن، وحتى تمن الكفن مع قاضي ببياده دايس على الميزان، قاضي لكن الا مسكين عليه زله، حبس الاسد في القفص وبرق الشله، ضحك الاسد في القفص لكن بيضحك ليه، اصله لا مره سرق ولا خد في جيبه جنيه، ولا عمره كان سكران في كلب او كباريه، سجنوا البريء يا بيه وبريء سعاده البيه، 1200 مظلوم في المنيا خدوا اعدام، لاجل الهتاف عسكر بيعسكر الاجرام، و800 مصري يتبادوا في التحرير، ولا شفنا من القاضي تأبيده او اعدام. كل الحكايه طار بين جانب العسكر والثوره والثوار، وعشان كده المختار علمنا في الاثار، لو قاضي في الجنه فقاضيين في النار، لو قاضي في الجنه فقاضيين في النار. وبس كده يا مؤمن، سلام عليكم.